ايه؟ طب اعيط دلوقتي ولا انا اعمل ايه؟ تخيلوا يا جماعه ده الحب بتاعي تمام؟ بقالي 3 شهور ما بتمرنش عليه. ده اخر في الحوض لما انا كنت فاتحه مسطره. ف ما تعيطوش يا جماعه مش عارف بصراحه يعني. ها نقوم بس كده نتشقلب شقلبه. اوعى بس ما كنتش بعرف اتشقلب تاني يعني بالمره ولا حاجه. لا بعرف اتشقلب. استنى اجرب تاني كده. لا لسه بعرف اتشقلب. لكن الحوض بقى ازاي نرجع الحوض بعد ما احنا ما كناش اتمرنا عليه فتره طويله؟ زي ما انتوا طبعا شايفين فتره كورونا وكده، فانا بقى لي فتره كبيره جدا مش بتمرن على فتح الحوض. لو انت كنت فاتحه قبل كده هيكون الموضوع ايزي سهل معاك ان شاء الله. بس بيحصل في الاوتار والاربطه والعضلات بتاعتك ان هي مرونتها بتقل لو انت ما بتمرنش عليها باستمرار. طبعا في البدايه عشان نرجع الحوض تاني نسخن كويس اهوت التمارين بتاعتنا والتمارين المنوعه، واهم تمرين طبعا هو التمرين الاخير. مثلا التمرين الاول ده هنعمل مثلا حوالي 50 ضغطه تمام، والتمرين التاني ده مثلا حوالي برضو تضغط 50 ضغطه للداخل كده اهو يا شباب. نحاول ننوع طبعا في التمارين بتاعتنا علشان نرجع الحوض ده. حرام كان بيضربوني في المثل حوض فندان ده يا كابتن جابر. الحوض ضاع. مين بقى اللي بيصورني يا جماعه؟ كابتن اسماعيل. ازاي يا كابتن اسماعيل؟ هات الكاميرا. هات اجيب عليك. كابتن اسماعيل يا جماعه اهو بيصورني تمام؟ عاملين يا رجاله. كابتن سباحه يا جماعه. في فيديوهات كبيره هتشوفوها في السباحه في البحر. كابتن جابر تمام. تابعوا يا جماعه. بصوا اهو الراجل قاعد اهو يا جماعه مفلطح وراه الصاله بتاعته. طب بصوا عقبال ما انا ايه اخلص يعني انا كده كده بسخن شويه تمام، هقوم دلوقتي افرجكم على الصاله بتاعت كابتن اسماعيل. انا دلوقتي على السطح بتاعه بس نخلص التمرينات ونفتح الحوض الاول تمام. خد يا كوتش كمان. هوب واحد هوب اثنين هنرجعه يعني هنرجعه بعض. 1 2 3 4 5. طبعا انا بحاول اتمرن تمارين بقوه شويه او بسرعه شويه، ممكن نقول عشان عندي الحمد لله المرونه برده كويسه. لكن الحوض طبعا قفل شويه بالنسبه لي هيكون طبعا ايه اهم تمارين هي التمارين الاخيره طبعا. بس انا بحاول اعمل ايه استريتشات خفيفه زي ما اتفقنا لاني انا ايه فاتحه قبل كده، فالموضوع معايا ان شاء الله هيكون ايه سهل. اوكي يا شباب. بحب بقى التمرين ده اللي سميته تمرين ايه سومو. خاوضة 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 بوا سيا سيا اي او سا سي او ليو. انا بقول لكم صيني. اخ يا مسهل. نفتح الحب بالهاند ستاند. نلف كام لفه؟ واحد اثنين ثلاثه. الحمد لله الطاقه لسه موجوده اهي. ده انا لازم ارجع احطم ارقام قياسيه عالميه يا جماعه. بيم 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 اوبام. نفتح بقى الحوض بعد 3 شهور مش بنفتحه بقالنا مسطره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هفتح رجلي للاخر بالشكل ده. نسخن كويس يا جماعه ماشي. اوكي. ما هذا الالم ما هذا الالم يا اماه. اهو يا جماعه حلو. اهدى بقى هنا. الم طبيعي واضغط. بسم الله. انا هحاول اعمله على كذا مرحله. هحاول اعمله على كذا مرحله عشان يفتح معايا. ممكن مثلا المرحله الاولى المرحله الثانيه. المرحله الاولى مثلا ممكن يتفتح ايه نص ونص. ايوه اهو في الم شديد طبعا. طول ما انت تمرنش على الحب استمرار في الم شديد اهو. اثبت. احاول انزل. بسم الله. ايوه 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 عارفين انتوا. عايش يا كوتش. عايش يا كوتش. عارفين انتوا اللي هو واحد ماسك كماشه وبيشد في اوتارك ده، وعارفين انتوا الاحساس ده. اوف حصل شد خفيف كده او مزق خفيف. طبعا لما بيحصل شد او مزق بحاول ايه افرد رجلي تاني واعمل لها مساج خفيف كده تمام. هرجعه انا هرجعه. نكمل تاني كومبليت. بسم الله. طبعا هو ده اهم تمرين اخر تمرين ده يا جماعه. الموبايل هنا مضايقني شويه. لا خلاص عشان بس بسجل بيه. بسم الله. حط ايدي. قوم يا كوتش كده لف حواليا بالكاميرا. يا الله
يا الله يا الله على الهلا. عارفين انت الوجع؟ تعالى قدامي يا كوتش. عارفين انت الوجع اللي بيضحك؟ وربنا وربنا بس اضحك يعني، هو في قلم شديد كده انت اضحك. كنا بنتمرن في التمارين والله العظيم يا جماعه، يعني الضحك ده ينسيك الوجع خالص. انا اذكر في مره بفتح لولد من تلاميذ الحوض تمام، فالمهم جايب معاه فوطه، ماسك الفوطه دي صوت ويعمل حاجات، فضربته. ولد تعملش كده يا نهار ابيض. وفي ولد قعد يضحك. لا بس بجد يعني الضحك عندك بيفرز هرمونات الدوبامين وكده وهرمونات السعاده، ويخلي عندك الادرينالين كده مستقر، فانت لما بتضحك عارفين انت اللي هو الضحك من الالم ده تمام. وممكن تتامل، بس لو اتاملت وهدئت هتحس بالالم جامد، فانا بنصحك انك انك تضحك. اوبس دي المرحله الثانيه. كويس جدا يعني انا او ماي جاد لحد ما يعتبر ايه رجعنا التمرين شويه. لسه يا جماعه هنعمل دلوقتي برده المرحله الثالثه، بس قبل ما نعمل المرحله الثالثه تمام تعالوا كده افرجكم شويه على سطح كابتن اسماعيل. يلا يا كوتش عرفنا كده السطح الجميل ده فلوج. ايه يا كوتش موبايل بيرن ولا ايه؟ مكلم هنا كابتن اسماعيل يا جماعه عنده 240 واحد عاوز يتمرن سباحه ومش عارفين هنعمل ايه بجد والله. تعالوا يا جماعه نخش الى هذا الخندق، تعالوا نشوف فيه ايه. بسم الله دخل هذه العين السحريه الجيم. ده الجيم بتاعي اهو اللي على قد يعني. جيم كابتن اسماعيل يا جماعه. دي الفوطه بتاعتي. الفوطه بتاعتي اهي. وبعرف طبعا بشطب بيها. ايوه. ودي الفانيلا بتاعت التمرين. ايوه فانيلا اهي يا جماعه، فانيلا حمالات دي يا كوتش. فانيلا حمالات. فانيلا يا جماعه اهي داخليه كوتوني. بقى لها معايا ثلاث سنين. ثلاث سنين. في تدريب بس على فكره يعني. وده حزام اللي بلبسه عشان بلعب في الطنيه. ايوه. طبعا الحزام انا مجمعه كده، الحزام غالي فمجمع حزام على قد كده. باجي بلعب قطنيه، القطنيه دي لازم تبقى لابس حزام وما بتحملش قوي. ايه القطنيه دي؟ بمسك ايدي هنا كده وايدي هنا كده، ببدا اني بطلع ما بعملش اي حاجه تاني، بفرد ايديا بس يا دوب بتني ركبي وانا بنزل كده عشان ركبي ما توجعنيش وما تديش مزق في الركبه اهو. وبطلع بعمل كده كده تمام. ده جهاز البنج بتاعي ودي الترمبه بتاعت الظهر، كل حاجه جيم متكامل، فول جيم، جيم على السطح. جيم على السطح يا جماعه. ودي العقله بتاعتي. العقله. ايه ده العقله؟ هذه هي العقله يا جماعه. عاش يا كوتش، عاش. شايفين يا جماعه؟ انا عاوز العب بطني عالي. جيم على السطح. عاش يا كوتش، يلا بقى نوريهم الساند باج يا كوتش، يلا. ندخل نضرب فيه. ده السندباد بتاعي. سندباد؟ ده علاء الدين يا كوتش، سندباد. على فكره برضه انا احيانا بحب اقول سندباد عليه. اهو يلا يا كوتش دير. عاش. اضرب. نايس نايس كوتش، عاش عاش يا وحش. عاش يا وحش. في انتوي. في انتوي. نايس نايس يا كوتش. كده بتمرن بيها على قد يعني. عاش. ودي يا جماعه مروحه بتهوي الجيم اهو بتاعنا. بتهوي الفحم. بتهوي الفحم. الشوايه بتاعتنا. الشوايه. لا بجد يا جماعه بصوا هنا السماء الصافيه، في طيارات هناك اهي شايفين يا شباب؟ طيارات فوق اهي. والطياره بتاعتي معموله باسمي. ودي طبعا المرجحه بتاعتي. مرجحه. بصوا بقى هنا يا جماعه شوايتي الخاصه. الشوايه الخاصه. وهنا يا جماعه الورد جميل. تمام. والفل. بص يا جماعه هنا هنا مصر القديمه، هنا هنشوف بقى مصر القديمه. تعالوا بقى نبص المنظر المريب ده لاننا اعلى السطح. يلا بينا. بام 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 بام. شايفين يا جماعه مصر القديمه حلوه ازاي؟ تعالوا بصوا هنا بقى تحت. يا نهار اقرق، نحن على هذا البعد. تخيلوا بقى كده الكاميرا وقعت. تخيلوا الكاميرا. بصوا يا جماعه طبعا دول ليه تستنى؟ القولة بتاعتي. فين القولة؟ القولة اهي. القولة. ماشي بالقولة دي. الو؟ تخيلوا الكاميرا لو وقعت يا جماعة. طيب نرجع بقى نكمل تدريب الحوض بتاعنا. وبجد الواحد الحمد لله انجز فيه جامد. ننجز بقى دلوقتي الحوض بتاعنا. في هنا ناس بتطير طيارات اهو. بصوا.
شاب التلات طيارات هناك اهي. واخدين بالكم من الولد اللي هناك ده؟ ما هو يطير الطيارة، يقعد الطيارات شكلها. هنرجع يا شباب الى الحوض مرة اخرى. يا الله. بس بقول لكم ايه بقى، نسخنه كده شوية ضغط. واحنا واقفين. بسم الله. يس. تسخين خفيف. ها. يا الله. نفتح الاخر تاني. بسم الله. في موبايل هنا مضايقني. طب بصوا لحظة، اشيل الموبايل ده عشان افتح ايه كويس. هو موبايل انا بسجل بيه كده كده. خليه جنبك كده. ايوه اهو. دي قدامي كده ورايا. بسم الله. هيا نفعلها سويا. فينا يا جماعة بصوا شوية أزهار ريحتهم زي العسل. بسم الله. هنا بقى لازم استحمال للألم طبعا. ها افتح الكعب رجلي واعمل امتداد. انزل بإيدي واحاول اضغط واعمل سوق للأمام. واضحك. الضحك. لا بجد والله. الضحك اثناء تمرين الحوض كويس جدا يعني. بيضحك وانا عمال اضحك. والله يا جماعه الراجل اللي بيصورني بيضحك معايا اهو. ها هنا ممكن تغني. لا 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 مش افوره للدرجه دي، بس ممكن نضحك فعلا. تمام. في احيانا ممكن يحصل مزق او شد بسيط خالص ممكن استحمله، لكن لو مش قادر بحاول ايه اطلع بضغط ضغطات خفيفه اهوت. ممكن اضغط لقدام ازود المرونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الجانب الثاني اهو. 1 2 3 4 وهكذا. باذن الله لازم اظبط الحوض تاني عشان استحد تحطيم اكبر رقم قياسي في العالم. ده الدلاع امريكا. لان الحركه في حركه الحوض برضو. ها الالم زاد. حاش نحاول نستحمل. برافو برافو يا شباب. يس اوف كده رجلي ثابت خالص. او ماي جاد شيل رجلي. ايه ده مش عاوزه تشال ولا ايه؟ رجلي تقيله. رجلي اتخدرت. والله القمر هنا شكله جميل. ها نحاول طبعا المحاوله الثانيه. تمام عشان كده نكون ايه، نكون انجزنا. ايه يا كوتش عايز تعمل اي حاجه؟ تمام. مش عايز تقوم؟ طيب انا قوم هنا ازاي؟ طيب يا جماعه نعمل الحوض المره الثانيه. بتحس طبعا بعدها ان رجلك دفت شويه. بسم الله. ها اجين ادي وان. ها استنوا بس نسخن كده شويه صغيرين. وينج تشون. طبعا وانا قاعد. بسم الله. يس هو نضحك. بجد الضحك واحنا بنفتح الحوض بيقلل الشعور بالالم. تمام دي نصيحه هي مثبته علميا. بس كل ما تحس بالم اضحك. ها سمايل كيب سمايلينج. اضحك اضحك. يا سلام على الضحك. بسم الله. نزل. يس وي ديد ات وي ديد ات. تفكر بقى في اي موقف يضحكك برضو. ها يضحكك. ما تبداش انت تأمل. تنفس كويس. حاول نعمل ايه؟ اوف ما هذا الألم يا فتى؟ ما هذا الألم؟ لقد استمر هذا الألم مدة طويلة لأنني لم أقم بفتح الحوض منذ 3 أشهر. سوف اقوم بالتدريب باستمرار. نتمنى يا جماعه الاستمرار بجد، لان هو بيقفل منك وتفتحه تاني بتحس بالم ما يقوله جديد. هو تفتحه اسرع بس برضه بتحس بالم. تمام بس ربنا يوفقكم. وايه طيب كنت عاوز اعمل حاجه تانية مجنونه كده.
بس هنخليها مره تاني. يلا شباب فاهم.